حياكم الله مشاهدينا من جديد. الطفلة دانيا الجعبري ذات 13 ربيعا ابنة الخليل متفوقة في الحسابات الرياضية، حيث تستطيع أن تجري عدة عمليات حسابية في وقت قصير جدا. وحصلت دانيا على المرتبة الأولى في مسابقة الذكاء العالمي التي عقدت في سنغافورة في كانون الأول الماضي، حيث تمكنت من حل 240 مسألة في غضون 8 دقائق، لتتفوق بذلك على قرابة 3000 طالب مثلوا 20 دولة من كافة أنحاء العالم. المزيد من التفاصيل حول الطفلة الأذكى في العالم مع نبال فرسخ. اسمي دانيا حسني الجعبري، عمري 13 سنة من الخليل. موهبتي اني بقدر احسب مسائل حسابية من خلال برنامج حساب الذكاء العقلي. انا بقدر احل مسائل حسابية جمع وطرح يعني توصل للالاف خلال مدة زمنية قصيرة جدا. 45 5 77 ناقص 41 ناقص 6 80. أنا بحب حساب الذكاء العقلي كتير وبعتبره جزء مهم كتير في حياتي، وهو ساعدني في المدرسة إنه ارتفع معدلي، وكمان ساعدني في الحفظ والإتقان. 753 زائد 113 ناقص 344 زائد 43 ناقص 17 زائد 213 ناقص 3217 سالب 2456. ما شاء الله مش طبيعية.